Hello, grade three. Now we are going to complete unit 9 at the bazaar. Today we are going to talk about Khan al-Khalili. Do you know what's Khan al-Khalili? عارف يا سنة تالتة ايه هو خان الخليلي؟ خان الخليلي ده موجود مكان كده في مصر القديمة. Every tourist, كل السياح لما بيجوا مصر لازم يروح يزوروا خان الخليلي ده. المكان ده عمره 600 years old, من 600 سنة. When you visit خان الخليلي, you will find many markets. هتلاقي الماركتس اللي هو الأسواق, هتلاقي جيلوري المجوهرات, هتلاقي الفابريك القماش, هتلاقي البرفم البرفانات, هتلاقي السبايس اللي هو التوابل. يعني مكان كبير موجود فيه كل الحاجات دي. You will find restaurants, هتلاقي مطاعم, cafes اللي هي المقاهي, where you can take a break لو انت عايز تاخد قسط من الراحة كده from shopping وانت بتعمل عملية التسوق, تريح في اي كافيه او في restaurant and have pizza والكافي. تمام, هو ده خان الخليلي. طيب, let's together read some new vocabulary. Number one, present. Present. Number two, perfum. Perfum. Number three, jewelry. Jewelry. Number four, bracelet. Bracelet. Earrings. Earrings. Gold. طبعا الحاجات المصنوعة من الذهب اللي هو jewelry. Silver. Necklace. Spice. And fabric. زي ما اتكلمنا عن خان الخليلي, هنتكلم عن الايجيبشن ميوزيوم. خلي بالك ان الايجيبشن ميوزيوم اكمنه famous place, قلنا قبل كده الاماكن المشهورة, the first letter of Egyptian لانها زي جنسية, والام بتاعت ميوزيوم لان المتحف المصري ده حاجة يونيك, حاجة نادرة مش موجودة, حاجة فريدة. مفيش غير ايجيبشن ميوزيوم من كايرو واحد على مستوى العالم, مفيش متحف مصري هو ده المتحف المصري. عشان كده بنحط the first letter of Egyptian and the first letter of museum بنحطها capital. بعد كده بيقول لي I visited. طبعا احنا اتفقنا ان انا عندي وشرحناها قبل كده ال verb in the past plus ed مع yesterday. راح رحلة with my school. We traveled. طالما رحت رحلة سنة تالتة يبقى بحكيها. Traveled to the museum by bus. رحنا بالباص. We saw. So دي الباص بتاع كلمة see. We saw beautiful. شفنا الجولد وشفنا السيلفر جيلوري. From ancient Egypt, من مصر القديمة. We looked at. خلي بالك ان looked دايما بيجي معاها at. Looked at. تمام كده, يعني ينظر الى. توت عنخ امونز دي ملكيه زي ما احنا قلنا. نيكلاسز العقود بتاعته. اند بريسليتس والاساور بتاعته. They were awesome, كانوا رائعين ومدهشين جدا. I loved the museum. طبعا احنا حطينا دي لان انا دايما بشتغل في الباست. I was very excited, انا كنت مبسوط. خلي بالك الاي دي هنا مش معناها الفيرب ان ذا باست, لكن دي نوعها احنا خدناها الترم الاول, ادجكتيف صفه وليست فيرب. اي بوت اتكلمنا على كلمه باي, الباست بتاعها كلمه بوت. اي بوت سام جيلوري فروم ذا ميوزيوم شوب فور ماي جراندما. يعني انا اشتريت شويه جيلوري فروم ذا ميوزيوم. الجيلوري هنا مقصود بيها مش يعني مش هيروح يشتري ذهب لجدته يعني من محل, لا, زي سيفونيرز كده, هديه تذكاريه, عقود, الحاجات بتاعه الفراعنه, الحاجات دي كلها كان بيجيبها هديه لجدته. I had a great day at the museum. استمتع جدا باليوم بتاعه اللي كان في المتحف. تمام, let's move to another slide. Number one, look and circle the right answer. Number one, دي صورة card ولا present? Yes, this is a present, اللي هي الهدية. ده fabric ولا teeth? طبعا fabric اللي هو القماش. Food ولا spice? طبعا spice اللي هو التوابل. Bracelet or earrings? طبعا هتكون كلمة earrings. طيب,
Look and put true or false. I like jewelry. Sura di sura jewelry is sana talta? Yes. Gold is blue. هو لون الذهب بيكون لونه أزرق سنة تالتة؟ ده أزرق؟ No, yellow. False. Okay. Then, new vocabulary that we read. Egyptian Museum, Ancient Egypt, or Old Cairo. برضو مصر القديمة. Monuments, اللي هي الأثار. Mummies, المميات. Statue, التماثيل أو تمثال. The Sphinx, أبو الهول. Famous, مشهور. Beautiful, جميل. Awesome, مدهش أو رائع. Safe, آمن. Fast, سريع. Let's practice together. Number one. What, Noah, you do last weekend. What A? هل ينفع traveled, travel, or did? Yes, did. I know a two. Alexandria. طالما استخدمت two يا سنة تالتة يبقى على طول I traveled two. I traveled two. Alexandria. طب ليه ما حطتهاش travel؟ لأني شغالة في الباست وأنا اتفقت إن أنا لما أكون في الباست الإجابة بتاعتي لازم تكون في الماضي. I visited my grandmother. Is that true or false? True. We traveled to Luxor by train. Yes, this is train. She worked for her test. يعني هي بتذاكر أو بتجهز حاجة الامتحان بتاعها. No, it's false. Complete. I worked or visited or cooked a fantastic pasta. باستا المقصود بها هنا ايه سنة تالتة؟ الباستا اللي هي الاسباجيتي مثلا. طيب يبقى طبعا هتبقى cooked لان الاسباجيتي بتتاكل يبقى بطبخها. I had, did or have a great day yesterday. قبل ما اعمل حاجة هعمل سيركل على yesterday يبقى انا شغالة في الباست. طيب she knocked to Alexandria with her parents. She ايه؟ طالما عندي تو قلناها فوق يبقى traveled. واللي قبلها سوري عندي yesterday يبقى هاخد had a great day. ينفع يا مس؟ طب ما قمتش ليه have عشان انا عندي yesterday. طب ما قلتش ليه did؟ ما ينفعش اقول انا فعلت يوم حلو، لا انا قضيت يوم حلو. I had a great day. We not at شرحناها وقلنا هتبقى looked at. The statue اللي هو تمثال مين؟ أمنحوتب الثالث اللي هو the third أمنحوتب أو أمنحوتب third اللي هي في الordinal numbers اللي احنا خدناها معناها الثالث. ما ينفعش أقول three أمنحوتب يعني ثلاثة أمنحوتب، لا، لكن أمنحوتب أمنحوتب دي لازم أقولها third يعني الثالث. Okay, let's practice together with PR and BR. Present, price, printer, princess. طيب ال BR هتبقى bracelet, brush, branch, broom, bread, and brown. Okay, the first one. This is what? This is bread or muffin? Yes, this is bread. Number two, لتحتها bracelet or princess. طبعا princess. اللي بعدها perfume or printer. Printer. Broom or brush. Yes, broom. طيب the brush is لونه brown. The princess wear a. هي لابسة ايه؟ فين؟ هي لابسة المفروض هنا هي البريسلت. Okay. Let's answer together lock and complete. Number one. She put a knot last week. الصورة اللي قدامي دي سنة تالتة. She put a. طبعا necklace.
طيب اللي بعدها a birthday cake طبعا baked هنا في خطأ بس ان هي معمولة capital. طيب اللي بعدها you can find دولت ايه السولت والبيبر دول ايه spice توابل ادخان الخليلي اخر واحدة I studied for my test. طيب نعمل punctuation مع بعض كده نعمل خطين ونغير we visited احنا قلنا الاماكن المشهورة الجي بتاع الجيزة والزد بتاع زو لانه ده famous we visited جيزة زو والاف معمولة بتاعت فرايدي لانها من days of the week لازم تتغير وفي الاخر follow stop. By this time, thanks for your good listening grade 3. I finished unit 9. I hope you understood all this. Thanks for you. I'll meet you soon and goodbye.